المغرب يحصل على 6 مليار درهم من البنك الأفريقي. كشفت معطيات جديدة عن توقيع 4 اتفاقيات تمويل مع البنك الأفريقي للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليار درهم. وقع على هذه الاتفاقيات كل من فوز القجع الوزير المنتدب المكلف لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وأشرف ترسيم مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية. تتعلق هذه الاتفاقيات بتمويل عدة برامج ومشاريع مهمة، منها برنامج دعم التحول نحو جامعة مغربية رقمية مقاولاتية وشاملة بقيمة 120 مليون يورو، وبرنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الغابوية بالمغرب بقيمة 84 مليون يورو، ومشروع طريق السيار غرستيف الناظور بقيمة 200 مليون يورو، وبرنامج لتحسين القدرة التنافسية للمجالات الترابية بالمغرب بقيمة 200 مليون يورو.